أكثر من نصف مليون أسرة في فيينا تتلقى 200 يورو منحة الطاقة 23. توقعات بنمو الاقتصاد النمساوي بنسبة 0.5% هذا العام. وزيرة العدل تؤكد استمرار التحقيقات في عملية الأقصر. 63% من النمساويين يخشون فقدان وظائفهم بعد ثورة الذكاء الاصطناعي. والنمسا تعتزم ترحيل ناشطة ألمانية بسبب فوضى الاحتجاجات. النشرة المفصلة على شاشة النمسا ميديا، أهلا بكم. تبدأ حكومة فيينا بصرف منحة الطاقة لهذه السنة بشكل تلقائي لسكان المدينة بقيمة 200 يورو اعتبارا من 17 من أبريل نيسان الجاري. وتستهدف هذه المنحة الأسر محدودة الدخل والتي تشمل حوالي 650 ألف أسرة بتكلفة تقدر 130 مليون يورو. ويتلقى حوالي 556 ألف أسرة المنحة تلقائياً، ويمكن للأشخاص الذين لم يتم تضمينهم تقديم طلب للحصول على المنحة عبر بريد يصلهم إلى المنزل. توقعت شركتا التأمين أكريديا وأليانس نمواً بنسبة 0.5% من اقتصاد النمسا في العام 2023. وقال جودرون ميرشيتس الرئيس التنفيذي لشركة أكريديا: نحن نحصل على إشارات إيجابية من الاقتصاد المحلي بعد انخفاض التضخم وأسعار الطاقة ببطء. وتشير التوقعات العالمية إلى ضعف الديناميكية الاقتصادية مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد، وتوقعت الشركات نمواً أقل بنسبة 0.4% في عام 2024 في النمسا. ألمحت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش أن المحكمة العليا قضت ببطلان بعض إجراءات التحقيق في عملية الأقصر، مشيرة إلى استمرار التحقيقات. وتوقعت زاديتش إمكانية دفع تعويضات للمتهمين خطأ في العملية، مؤكدة أنه يجب على المدعي العام استكمال التحقيق واختيار الخبراء المختصين، وأن يكون هناك فصل واضح بين الشك الأولي والتحقيقات من أجل تعزيز الحماية القانونية. وذكر تحقيق لمجلة بروفيل أن هناك روابط وثيقة مع دولة الإمارات في العملية. رفضت النمسا فرض حظر على تقنية الذكاء الاصطناعي رداً على ما فعلته إيطاليا مؤخراً. وأكدت سوف تركز بدلاً من ذلك على تنظيم استخدام التكنولوجيا والخصوصية. وكشف استطلاع للرأي أن 63% من النمساويين يشعرون بالخوف على وظائفهم بسبب تقدم ثورة الذكاء الاصطناعي. ويشير الاستطلاع إلى أن القلق يزداد بين العاملين في الصناعات التي يمكن استبدال الإنسان فيها، فيما قال آخرون أن ذلك يساعد على خلق وظائف جديدة في المستقبل. تعتزم شرطة الهجرة في النمسا فرض حظر الإقامة لعدة سنوات على الناشطة الألمانية آنيا فيندل بسبب إلصاق يديها على الشارع أثناء احتجاجات نشطاء حماية المناخ. وأكدت فيندل استمرارها في نضالها من أجل المناخ، وقالت أن محاولات الدولة لقمع الناشطين هو عدم مسؤولية منها وتعكس فشلها في حماية المناخ. ومن المقرر استدعاء فيندل من قبل شرطة الهجرة هذا الأسبوع لتوضيح الأمر. وتعتبر فيندل من أبرز الشخصيات في حركة الاحتجاج الجيل الأخير أو حماية المناخ، وتلقب بشاكيرا المناخ.
وبخبر شاكيرا المناخ تنتهي نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، كنت معكم أنا هيفاء من شاشة النمسا ميديا، ألقاكم في نشرات لاحقة، إلى اللقاء.